يا خوتي بيوتا ام حمو نثر حموت نثر يا خوتي بيوتا ام حمو نثر حموت نثر يعني يا ايها الاحياء الذين فوق الارض من كهنة وكاهنات، هي حرفيا بمثابة كهنة وكاهنات. يعني هنشوف. طيب ادي الاي وادي الاي ايا، يعني يا اللي هي اداة النداء العربي، يا ايا من الاي المصرية القديمة اللي هي معناها يا برضو. اي هو بينده عليهم، هو المخصص، ايده بقه بينده عليهم، يبقى دي اي ايا يا عنخو. ادي العنخ وادي الواو، عنخو يعني احياء. تاب مش الشكل الوحيد ليها، هي الراس، ها دي برضو العلامة دي كمان، فهنا يبقى تيبيو دي الواو، تيبيو ها تيبيو الذين فوق ها تا الارض تا، ادي علامة تا، وادي المخصص بتاعها حت طريق وحتة ارض اهي، طريق وحتة ارض، يبقى تيبيو تا الذين فوق الارض. يا ايها الاحياء الذين هم فوق الارض، عنخو تيبيو تا مالهم، ام بمثابة الذين هم بمثابة، او يعني من ها حمو نثر، حمو نثر يعني كهنة. ادي نثر الاول عشان احترام، عشان كلمة اله، وحم معناها خادم، خادم الاله اللي هو الكاهن، فحم نثر. وبعدين كتير هنديني دي صوت الجمع، واحد اتنين تلاتة، يبقى مش حم نثر، يبقى حمو نثر، ودي واحد منهم من الكهنة دول اللي هم اختار، واحد اتنين تلاتة. ونفس القصة هنا، حموت نثر، ادي حم، وادي عشان هتحط دي صوت التاء، عشان دي هنا الهه يعني مخصص تانيث يعني، فحموت نسر خادمه اله كاهنه، حموت نسر، يبقى حموت نسر يعني ايه كاهنه، واحد اتنين تلاته جمع كاهنات، بيبقى من كهنه وكاهنات، ام حمو نسر حموت نسر. يبقى ايه عن خوتي بيوتا، ايا ايها الاحياء الذين هم فوق الارض، ام من حمو نسر، من كهنه حموت نسر وكاهنات، ومن عندنا طبعا مفهومة من السياق. طيب يبقى نقراها مع بعض تاني. يا انخوتي بيوتا ام حمو نثر حموت نثر، يا انخوتي بيوتا ام حمو نثر حموت نثر.